السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لا الناس رطبوا كي هذاك التين كي غطسوا كي يديروه في الزيت الزيتون. لما مثلا الشريحة ذاك الشريحة الشريحة كيديروها مع زيت الزيتون، يديروا بزاف ديال الشريحة مع زيت الزيتون، من بعد يفطروا بها ولا ياكلوها على الريق بالزيت ديالها، ياكلوها ماشي على الريق ولا على الريق، المهم ياكلوها يفطروا بها ولا هي كتكال جيد. علاش؟ لان كتجي مع زيت الزيتون، زيت الزيتون هو كيلين. علاش كيلين؟ لان هو زيت الزيتون جيد للمرارة، الصفراء كيحل هذوك القنوات ديال الصفراء ديال الصفراوية ديال المرارة. ثم الى اجتمع زيت الزيتون مع الالياف الخشبيه ديال التين ومع الاملاح المعدنيه ما يكونش مشكل على مستوى القولون ابدا. وكيف يعني يضيف الخبراء ان التين يساعد على علاج سرطان القولون؟ نعم، هذه الاشياء اللي كنت كنتكلم عليها. نعم. لان سرطان القولون منين كيجي؟ كيجي من تعرض الخلايا للجذور الحره. جميع المواد السامه كتحتل في القولون، كتوصل للقولون كتبقى تما تسنى تنتظر. قد ما بقات في القولون يعني قد ما هذيك الخلايا ديال القولون كتخرب. يعني وهذا تخريب الخلايا كتحول الخلايا الطبيعيه اللي كانت نشطه اللي كتمتص كتحول الى خلايا سرطانية المالينيتي. ولذلك كنشوفوا ان الناس اللي عندهم سرطان القولون انه كيبدا باشياء بسيطه، كيبدا بحريق، كيبدا بنزيف، كيبدا بانتفاخ غازات، ولكن واحد الوقت كيولي هذا. وكنلاحظوا على ان سرطان القولون هو كيكون على مستوى الجهه اللي قريبه للمستقيم. ولذلك كان اغلب السرطانات هي كولوريكتال. لماذا؟ لان هذه هي المنطقه الحساسه اللي كتمتص السموم، وهي المنطقة اللي كي هذيك الفضلات البراز كيبس في هذه المنطقة، كيولي يابس. قد ما كان الحجم ديالو كبير والشكل ديالو كبير وتعطل في الجسم، قد ما كتعرض الخلايا ديال سرطان القولون للتخريب وتتحول إلى خلايا سرطانية. وهذا المشكل الآن اللي واقع لنا الآن في البلدان الغربية، أنه سرطان القولون يعزى إلى قلة الألياف الخشبية والمضادات للأكسدة. بجوج، ماشي غير الألياف الخشبية، الألياف الخشبية والمضادات للأكسدة اللي نقصت في التغذية. لماذا؟ لأن النظام الغربي هو فاست فود، نظام الفاست فود اللي ما فيش مضادات للأكسدة وما فيش تنويع من الخضر والفواكه. وكنلاحظوا أن الغرب ما كياكلوش جوج الفواكه، كياكلوهمش. التين ما عندهمش التين الشوكي، الهنديه ما عندهمش الا المكسيك، المكسيكيه أكيد. اول بلد كيستهلك التين الشوكي. ولكن البلدان الغربيه، امريكا الشماليه والدول الغربيه خصوصا يعني اوروبا الغربيه، ما كياكلوش جوج الفواكه، ما كياكلوش التمر، وهما كيستوردوا احسن تمر، ما كياكلوش التمر بكثره، ما كياكلوهاش كاع، وما كيستهلكوش التين. كياكلوا هما لي بيستاش، لي كاكاوات، هاد يعني هذا الفول السوداني والبيستاش المسائل، هذا الفستق اللي كيكثروا منها. ولكن هاد جوج الفواكه ما كيكثروش، هاد جوج الفواكه هما اللي ناقصين الان في استهلاك الغربي العالمي، لانهم هما مصدر يعانيوا من ذاك الامراض، مصدر الالياف الخشبيه هو التمر والتين. دكتور، هل التين ينشط الدوره الدمويه؟ يعني كيف ذلك؟ نعم، ينشط الدوره الدمويه لانه اولا فيه مضادات للاكسده، والمضادات للأكسدة هي تمتص الجذور الحرة، سكافانجين هذه كتمتص الجذور الحرة، ما كتخليهاش تسمم الجسم كله يعني عبر الدم. ثم أن النحاس، تكلمنا على النحاس أنه هو اللي كيخلي الحديد يمشي للهيموغلوباين، يعني هنا كيكون تنشيط دموي. ثم لما كيكون يعني توازن مائي بالبوتاسيوم والكالسيوم كتكون الدورة الدموية خفيفة. هو نعم، هو الحديث الان اللي كيخلينا عبر الطب الغذائي نخفضوا من الضغط غير بالغذاء، ماشي بالدواء، غير بالغذاء. ممكن غير الغذاء نعملوا به اي شيء. هو هذا العلم الجديد اللي ظهر، هو الدايت ثيرابي اللي بان، اللي الناس كيعالجوا غير بالاغذيه. لماذا؟ لان الكميه اللي خاصها توصل للجسم ديال الاملاح والفيتامينات والالياف الخشبيه والمضادات للاكسده مع سكريات والازوت بروتينات النيتروجين، هذه خاصها تكون كميه مضبوطه. اذا كان خلل، مثلا كثرنا من الدهون والبروتينات، كثر من الاملاح المعدنيه، كيكون خلل في الجسم. ملي كنكثروا البروتينات في الجسم كيكون خلل. هذه الناس قليل اللي عارفه ان كثره البروتينات تحدث خلل، ماشي يعني مفاعلات كثيره في الجسم اللي كتختل. لماذا؟ لان البروتينات خصوص اذا كانت بروتينات حيوانيه على شكل لحوم وسكريات واجبان،
هي كتخلف بعض النفايات التي تفضل على الاستقلاب، ملي هاد المواد كتهضم كيبقاو الكيتونات وكيبقاو الالديهيدات، كيبقى الامونياك، وكيبقاو يعني غازات مثل غاز الكبريت، هذه كلها غازات خبيثة تتجمع، وكذلك الجذور الحرة، يعني من بعد تعطي الجذور الحرة هي اللي كتسمم خلايا القولون، هذا هو المشكل اللي كاين. يعني فخصنا شي حاجة تجف، يعني تخرج هذه المسائل، خص شي حاجة تخرج تلوح ترمي هذا الشيء هذا من الجسم، اللي هي الألياف الخشبية والمضادات للأكسدة. مضادات للأكسدة كتسبق الأكسجين، ما كتخليهش يمشي لهذوك لي راديكولي غير كتشدو، الألياف الخشبية كتخلي هذه الأشياء اللي فضلت على الاستقلاب ترمى داخل الجسم. إلا بقات هذه الفضلات في الجسم لمدة 4 أيام كيكون تسمم خطير وحاد جدا. الأشخاص مثلا اللي ما كيمشيوش شرف الله وقدر السامعين المرحاض لمدة 3 أيام 4 عندهم مشكل، عندهم مشكل، هذو ناس مرضى. يعني ثم تنشيط، يعني هذه الدورة الدموية هي كتنشط بهذا الشكل، هذا أن الحديد كيدوز للهيموغلوبين، أن البوتاسيوم الكالسيوم كيجريو هذا الدم اللي كيجري، أن كيكون توازن مائي ملي على مستوى الكلية. ولذلك الأطباء كيوصفوا الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط أقراص لإدرار البول باش يخرج الماء من الجسم، لأن الماء لو بقى في الجسم غادي يولي مشكل. وهذه الأمراض اللي ولات كتبان دابا اللي هي السندروم ميتابوليك، اللي كلشي الناس تقريبا عندهم سندروم ميتابوليك، مابقاش ادميتو عليه، هي كتأتي من هذا الخلل في هذه الأشياء. ولي قال الله سبحانه وتعالى كل شيء كان عنده موزون في الطبيعة، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ويعني هذا الشيء الموزون أن الله خلق في الطبيعة أشياء كلها موزونة، كاين كالسيوم، كاين حديد، كاين فيتامينات، كاين ألياف خشبية، كاين مضادات الأكسدة، كاين بروتينات، كاين سكريات، كاين كل شيء، لكن يجب أن يكون هذا النظام الغذائي مضبوط على حسب باش الجسم ياخذ من كل هذه المكونات. إلا خد بروتينات وما خدش ألياف خشبية كيمرض، إلا خد مثلا أملاح معدنية بكثرة مع الماء كيدير إسهال، هو المشكل ديال الفواكه. إلا خد سكريات بكثرة وما خدش ألياف خشبية وما خدش أملاح معدنية وفيتامينات، هذه السكريات كتخزن ما كتحرقش، كتخزن على شكل، لأن الناس اللي عندهم كوليسترول ما خصهمش يحيدوا غير اللحم، خصهم يحيدوا اللحم والسكريات، حتى السكريات هي خصهم يحيدوا، لأن الجسم كيضطر يخزن سكريات على شكل شحوم، هو كيعرف يخزن السكريات على شكل شحوم، ما كيخزنش الازوت، ما كيخزنش النيتروجين، ما كيخزنهاش. الناس اللي كيعانيوا من داك الامساك الحاد، واش كتنصحهم انهم يتناولوا طبعا التين؟ كيف زعما كيفاش يتناولوه؟ اكيد اكيد، خصوص التين الاسود، وياكلوه بالقشور، دير يتغسل جيد، يتغسل غير في الوقت ديالو، ولكن ملي ما كيكونش، ملي ما كيكونش ياكلوا التين يابس مجفف، شريحه كما تقول. نعم التين يابس، ماشي مجفف، يابس، لان مجفف الان نعني بها في الصناعه الاشياء اللي كنجفوها احنا صناعيا. نعم. اللي ولات كتباع حتى هي بحال المشماش، بحال الخوخ، البنه، هذه كنسموها مجففه. مجففه. اما الاشياء اللي كتيبس لوحدها، كتيبس مثلا في الظل او في الشمس، يابسه، الفواكه اليابسه، يعني هي اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بحال القرقاع، بحال اللوز، بحال الشريحه، بحال الزبيب، بحال المسائل، التمر، هذه المسائل كلها فواكه جافه. فنعم التين المجفف اليابس، التين اليابس وكذلك نعم يصلح لهذه الاشياء. أحسن من ذلك أنه كيمشي مع الزيتون.